مؤسسة حياة كريمة نظمت مؤتمر جماهيري للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام بمحافظة الفيوم. المؤتمر ركز على عرض الحقائق التاريخية منذ بداية القضية الفلسطينية وحتى الآن، أيضا دور الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتحركات اللي بتقوم بيها لإنهاء العدوان. في إطار دورها التوعوي، نظمت مؤسسة حياة كريمة مؤتمراً جماهيرياً بمحافظة الفيوم للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحضور نخبة من قيادات الرأي ورؤساء النقابات المهنية وممثلي مؤسسة حياة كريمة من الخبراء والمختصين بموضوعات النقاش. تكلمنا عن القضية الفلسطينية ووضحنا الحقائق اللي موجودة التاريخية ودور مصر على مدار التاريخ في مساعدة القضية الفلسطينية. احنا قدمنا اكتر من 200 الف شهيد زي ما سمعنا في بداية القضية الفلسطينية لحد دلوقتي، واتكلمنا برضو عن الدور المستهدف بإذن الله من مؤسسة حياة كريمة. حياة كريمة في الفيوم بتنظم مؤتمر حاشد بتدعم فيه القضية الفلسطينية، بعت لهم رسالة من مصر هنا وحياة كريمة بالأخص، بتقول لهم إن إحنا معاكم قلبا وقالبا، وإحنا مع القضية الفلسطينية مش من دلوقتي، من مر الزمان مصر بتدعم القضية الفلسطينية. كما تم عرض جهود المؤسسة من مشروعات ومبادرات خدمية داخل مصر، وكذا توضيح لما تم بذله من جهود لدعم القضية الفلسطينية والأشقاء في غزة والإجراءات المخطط تنفيذها في ذات الإطار. النهاردة حياة كريمة بتقف مع الشعب الفلسطيني، بتعرف الناس قضية الشعب الفلسطيني على مر العصور وعلى في كل وقت. النهاردة حياة كريمة بتعرف الناس العمل العام، بتشاركهم في كل القضايا الحاضرة في ذهن الأمة العربية والإسلامية. مؤتمر النهاردة مساندة للأهالي في فلسطين، زي ما كانت حياة كريمة هي أول المتواجدين عند المعبر بالعربيات الاستغاثة والمواد الغذائية موجودة هناك، فاحنا بنكمل ده وبنساند فلسطين. يأتي ذلك في إطار مواصلة مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الأشقاء الفلسطينيين بإطلاق العديد من المبادرات لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة.